بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة سعيد جدا 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 بتواجدي مع حضراتكم النهاردة من خلال قناة النادي الأهلي، البيت الكبير اللي دايما بيجمع. النهاردة بالنسبة لي حسيت بأول يوم، زي أول يوم دخلت فيه النادي الأهلي سنة 2004. الحقيقة كان بالنسبة لي اليوم ده من أهم وأحسن الأيام اللي أنا شفتها في حياتي. النهاردة برضو دخول واستقبال الكل ليا وأنا موجود معاكم مع حضراتكم النهاردة حاجة جميلة جدا جدا جدا. أهم حاجة عايز أتكلم فيها النهاردة، طبعا عندنا مباراة مهمة جدا هنتكلم عنها، وهنتكلم عن كل الأحداث اللي هتحصل في هذه المباراة أو ما قبل هذه المباراة، إيه اللي حصل والتأييد اللي حصل والحكام، هنتكلم عن كل شيء. ولكن دايما في النادي الأهلي تعلمنا شيء مهم جدا. أولا في حاجة اسمها عائلة النادي الأهلي. عائلة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء منذ قدوم مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، وهو حط سلوجن كده أو حاجة بنتكلم فيها كلنا، وهي عائلة النادي الأهلي. كل الناس اللي كانت متواجدة هنا وكل النجوم اللي كانوا متواجدين هنا من أول الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن عبد الحميد حسن، الحقيقة أنا بشكرهم جدا 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 على مدار 4 أو 5 شهور السابقة كانوا واقفين بالفعل ضد أي حاجة بتحصل ضد النادي الأهلي. عشان كده إن شاء الله أنا هكمل الفترة اللي جاية من خلال وجودي هنا مع حضراتكم في قناة النادي الأهلي وفي ملعب النادي الأهلي. هنتكلم عن كل شيء، عندنا حاجات كتيرة هنتكلم فيها، وعندنا الفترة اللي جاية كلام مهم جدا جدا هنتكلم فيه. خليني بس الأول قبل ما أبدأ النهاردة كلامنا عن مباراة اليوم، وهي المباراة الأهم خلال هذه الفترة، هنروح أنا الأهلي اللي كان والحاضر، أنا الاسم اللي هز جبال. نتكلمش كتير، نروح إلى مراسلنا في ملعب المباراة كريم أحمد، هنشوف ما حدث قبل بداية هذه المباراة. كل التحية ليك يا كابتن إسلام الشاطر، برحب بيك في البداية وكل مشاهدي وجمهور ملعب الأهلي وقناة النادي الأهلي في كل مكان. في البداية كابتن إسلام طبعا بنتمنى لك كل التوفيق، منور قناة النادي الأهلي، بتكون إضافة سواء بتتواجد في أي قناة بتكون موجود فيها بتكون إضافة إن شاء الله، تكون الإضافة المنتظرة لكل جمهور النادي الأهلي في قناة نادينا قناة النادي الأهلي. اليوم يا كابتن إسلام الأهلي على موعد في مواجهة هامة ومنتخبة، مواجهة صعبة جدا بيراميدز والنادي الأهلي في بطولة الدوري العام، أحد المباريات المؤجلة من الاسبوع الثامن استاد الدفاع الجوي في الساعه 6 مساء. الامر طبعا حابين نبدا فيه في البدايه، طبعا كنا بنتكلم على حضور الجمهور، كنا بنتمنى تكون هذه المباراه بحضور الجمهور. نعلم جيدا ان طرف هذه المباراه نادي بيراميدز وصاحب الارض، كنا يكون متواجد 500 مشجع لفريق النادي الاهلي رغم قله العدد، لكن بيبقى ليهم دور، بيبقى ليهم تاثير. وزي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام، النادي الاهلي في احتياج كبير لجمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي في احتياج للاعبي النادي الاهلي. لكن بنتمنى ان شاء الله مباراه سموحه، المباريات القادمة، مباراة البطولة الأفريقية، يعود من جديد جمهور النادي الأهلي السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الأهلي. زي ما قلنا طبعا مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية، شغل كبير جدا بذل من الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تدريبات تكتيكية خلال 72 ساعة الماضية. يمكن شفنا أمور كثيرة جدا، مباريات تدريبية عديدة جدا، التكتيك يمكن بركز عليه بشكل كبير مستر مارتن، جمل بيحاول إن هو يحفظ اللعيبة، بعض الجمل اللي بيرغب أكيد تنفيذها في هذه المباراة. زي ما احنا عارفين طبعا النادي بيراميدز بيحتل المركز الثاني، النادي الاهلي المركز السادس، النادي الاهلي لسه كمان عنده مباراتين مؤجلتين بعد هذه المباراة، لسه الدوري طويل، لسه الامور ان شاء الله الفترة اللي جاية كلها تكون في مصلحة النادي الاهلي، النقاط بتقترب والنادي الاهلي بيقترب بشكل كبير لتواجده كالعادة ومكانه الطبيعي سواء في المركز الاول او المركز الثاني. لسه كمان الدور الثاني انت عارف يا كابتن اسلام بيكون في متغيرات كثيرة جدا، النفس الطويل وصاحب النفس الطويل هو اللي بيكون على قمة الدوري العام، واكيد طبعا بيتمنى كالعاده النادي الاهلي يحافظ على لقب بطوله الدوري العام، الدوري الشرس ودوري قوي جدا هذا الموسم، تدعيمات كثيره جدا كل الانديه حاولت طبعا ان هي تدعم بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه، واكيد النادي الاهلي قدر بالفعل ان هو يدعم ب4 صفقات مميزين، بنتمنى ان شاء الله يكون ليهم دور، والنهارده ان شاء الله باذن الله نشوف كل لعيب من هذه الصفقات يكون متواجد في التشكيله الرئيسيه لفريق النادي الاهلي. لو بستعرض معاك كمان يا كابتن اسلام، قائمه فريق النادي الاهلي تتكون من 20 لاعب في حراسه المرمى، الشناوي وشريف اكرامي وايمن اشرف وهشام محمد واسلام محارب، وليد سليمان، رمضان صبحي، محمد هاني، مروان محسن، سليم كولبالي، عمرو السليه، احمد الشيخ، علي معلول، وليد ازارو، واكرم توفيق، ناصر ماهر، كريم ندبد،
وجيرالدو، محمد محمود ومحمود وحيد. يمكن طبعا اخر اربع اسماء هي صفقات فريق النادي الاهلي الاكيد بالفعل متواجده منذ صباح اليوم في معسكر فريق النادي الاهلي في احد الفنادق القريبه من استاد الدفاع الجوي اللي يستقبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه النهارده. ان شاء الله باذن الله تكون يمكن مباراه من نصيب النادي الاهلي، الجديه والحماس والتركيز اللي احنا شفناه في تدريبات كابتن اسلام خلال الايام الماضيه بياكد لنا ان المباراه هتكون غايه في القوه. النادي الاهلي يعلم جيدا اهميه هذه المباراه واهميه الثلاث نقاط في هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله تكون كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي باستمرار تلسارتي يكون موفق بالنسبه لاختيار التشكيل الامثل لقياده فريق النادي الاهلي في هذه المباراه كاول مباراه يديرها بشكل فني. ان شاء الله تكون مباراه كلها باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. ان شاء الله النادي الاهلي يعدي هذه المباراه وعنده كمان يوم الثلاثاء مباشره مباراه سموحه، شهر يمكن يناير مليئه بالمباريات يا كابتن اسلام، لكن بيحاول طبعا الجهاز الفني يكون في استشفاء للعيبه سريعا. النادي الاهلي بعد هذه المباراه مش هيبقى في راحه، مباشره هيكون على طول تدريب غدا في الساعه 4 عصرا استعدادا لمباراه سموحه. كمان غيابات كثيره كابتن اسلام واصابات وايضا كمان غيابات للرؤيه الفنيه لمستر مارتن لاسارتي. النهارده يمكن 14 لاعب بيغيب عن فريق النادي الاهلي، منهم زي ما كنا قلنا بعض اللعيبه اللي بتعود من التاهيل وبعض اللعيبه اللي لسه عندها وقت شويه في الاصابات على راسهم حسام عاشور وسعد سمير وباسم علي واحمد فتحي صلاح محسن محمد شريف ومحمد نجيب. دول طبعا بالنسبه للاصابات. الرؤيه الفنيه للجهاز الفني لفريق النادي الاهلي تم استبعاد علي لطفي واحمد علي واحمد حمودي، ميدو جابر، صالح جمعه، مؤمن زكريا وصقر رحمه. اكيد طبعا بيحترم الرؤيه الفنيه للجهاز الفني، كل مباراه بيبقى ليها ظروف وكل مباراه بيبقى ليها تحديات كبيره جدا. ويمكن كمان بنتمنى ان كل الظروف اللي بتمر بيها النادي الاهلي وبيمر بيها فريق النادي الاهلي من غيابات واصابات تكون دوافع جديده لفريق النادي الاهلي، تحديات جديده في هذه المباراه باذن الله. النهارده تكون المباراه لن تخرج باذن الله عن الاطار طبعا الكروي والروح الرياضيه اللي بنتمناها من كلا الفريقين، وايضا كمان كعادتنا بنتمنى التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون لنا فرحه كابتن اسلام مع الجهاز الفني ومع لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله عقب هذه المباراه الهامه والمرتقبه والصعبه جدا زي ما بتاكد عليها. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان لحظه بلحظه من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا كابتن اسلام. طيب انا بشكرك جدا يا كريم، الحقيقه كلام محترم جدا وكلام مهم جدا، ولكن النهارده فوجئنا كلنا الحقيقه كاهلاويه وكمتابعين لكره القدم، بلاش اقول كاهلاويه عشان يعني الناس ما تفتكرش ان احنا بنفكر في اي حاجه، ولكن كلنا كمتابعين لكره القدم النهارده اكتشفنا ان في اثنين تم قيدهم في قائمه نادي بيراميدز، هم عمرو مرعي وعبد الله السعيد. مفيش مشكله، ما عندناش اي مشكله خالص، كل الامور عندنا هنا في النادي الاهلي بتعدي، ولكن الناس دي لازم تعرف ماذا حدث حتى يتم قيد الاثنين لعيبه دول. اولا هو موضوع غريب، موضوع غريب جدا. وليه موضوع غريب؟ انا هقول لحضراتكم حالا هو ليه موضوع غريب. كابتن وليد العطار مدير شؤون اللاعبين في اتحاد كره القدم امبارح في تصريح مش انا اللي بقول بالمناسبه، كابتن وليد العطار مدير شؤون اللاعبين في اتحاد كره القدم هو اللي كان بيتكلم امبارح مش انا. قال ايه يا جماعه ورونا جاهزه. طيب الكابتن وليد العطار الحقيقه امبارح قال ان هو الاتحاد كره القدم لن يتم قيد اي لاعب، امبارح كان كلامه امبارح يعني، هو قال انه لن يتم قيد اي لاعب يوم الجمعه لان يوم الجمعه هو اجازه رسميه لاتحاد كره القدم. والله العظيم ده ما كلامي، ده كلام الكابتن وليد العطار، انا بقول بالاسم اهو، اي حد شايف ان انا بقول اي حاجه يخش على اهو. اتفضلوا. الاهلي واتحاد كره القدم يوضحان ليلا كوره موقف جيرالدو من لقاء بيراميدز، وكلام فيما يخص هذا الموضوع على يلا كوره. هات اللي بعد كده. لكن وليد العطار مدير شؤون اللاعبين باتحاد كره القدم ليلا كوره قال ان الاهلي حتى الان لم يسجل جيرالدو، وكان من الممكن تسجيله قبل المباراه ولو بساعه واحده، لكن لان المباراه ستقام يوم الجمعه بين قوسين اجازه اتحاد كره القدم، فلن يستطيع الاهلي قيد اللاعب اذا اراد ذلك. مش انا، ده كلام كابتن وليد العطار اللي بيقول هذا الكلام. طيب
طلع النهارده كلام مختلف تماما، قال لك لا مفيش مشكله. النهارده بعض من اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم طلعوا وقالوا لا مفيش مشكله ان القيد الالكتروني ومش القيد الالكتروني والكلام ده كله. طب انتوا مش عارفين تتفقوا كاتحاد كره قدم، انا ذنبي ايه كجمهور اهلي؟ انا ذنبي ايه ان انت تعمل كل هذه البلبله؟ حضرتك اتحاد كره القدم مش قادر تتفق على ان يوم الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ حضرتك مش قادر تشوف او مش قادر تقول للمسؤولين اللي عندك ان يوم الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ ده مش ذنبي على فكره، ده ذنبك انت. الجمهور اللي قاعد بيغلي وقاعد بيسمع الكلام اللي بيحصل. يعني انا برضه هفكركم بحاجه بالمناسبه لجمهور النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي فاكر الموضوع ده. لكن قبل بس ما اتكلم عن القصه اللي عايز احكيها لكم، خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تاكدنا محمد سعيد وكل الناس، محمود سعيد وكل الناس تاكدوا من هذا الموضوع، ان احنا خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا اتحاد كره القدم كان بيعمل بسيستم معين او بشكل معين. في ايام العمل كانت طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه والسبت، ما عدا يوم الجمعه والسبت، ده خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. خدوا بال حضراتكم من الكلام. مين الموظف بقى اللي راح وكان في شيفتين النهارده؟ النهارده في شيفتين في اتحاد كره القدم، شيفت صباحي وشيفت مسائي. طبعا ده الكلام الجديد اللي اتقال، امبارح كان الكابتن وليد العطار بيقول حاجه، النهارده فوجئنا بكلام مختلف تماما عن الكلام اللي اتقال امبارح. فوجئنا بقى باعضاء مجلس اداره الاتحاد كلهم او معظمهم طالعين الحقيقه بيتصدروا المشهد ان ما عندناش اي مشكله وان القيد الالكتروني، ما حدش كان بيتكلم في القيد الالكتروني، كل جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي لهذه النقطه. ولكن وبعدين انتوا مش قادرين تتفقوا يا جماعه، اتفقوا مع بعض، قولوا لنا الجمعه اجازه ولا مش اجازه، بس كده مش عايزين حاجه اكتر من كده. لو تفتكروا حضراتكم وانا كنت موجود، وانا اسف ان انا بدخل نفسي في الموضوع ولكن او اسمي يعني في الموضوع، ولكن لازم احكي لحضراتكم. لما انتقلت من نادي اتحاد جده للنادي الاهلي سنه 2004 حصل ايه؟ كل الناس اللي ضد النادي الاهلي كانت بتقول ايه، او اللي ما بتحبش النادي الاهلي كانت بتقول ايه ساعتها؟ يعني ان اتحاد كره القدم فتح اتحاد كره القدم فتح ابوابه للنادي الاهلي يوم الجمعه علشان يأيد اسلام الشاطر. على الرغم من عدم صحه هذا الكلام، ولكن كل الناس اللي كانت بتتكلم في هذا الموضوع حتى القضايا اللي اترفعت استندوا فيها على ان يوم الجمعه كان ان تم قيد اسلام الشاطر يوم الجمعه، واللي هو ايامها كان الجمعه اجازه ها او مش اجازه ودلوقتي اجازه. انا بس عايز افهم يا جماعه، قولوا لنا، ما حدش يفضل يودينا ويجيبنا كده، ما بلاش الكلب من الكلاب ده. انا بس نفسي والله العظيم بجد يا جماعه، انا محتاج ان انا اعرف او محتاج ان انا حضراتكم تكونوا متفقين مع بعض، تقولوا لنا الجمعه ده اجازه. احنا عارفين ان هو اول جمعه، او حظكم ان هي اول جمعه، اول جمعه في شهر يناير، وبالتالي هتيجي الايام اللي جايه وتقول ايه؟ وتقول اصل الايام اللي جايه كلها ابتداء من الجمعه دي هنفتح الجمعه القادمه. فتحس ان في حاجه بتتعمل، في حاجه بتتظبط، في مجاملات بتتعمل، في حاجه بتحصل، في حاجه بتحصل. وبعدين في نقطه مهمه جدا، اي عقد في الدنيا كلها هنا في مصر، اي عقد بيدفع له 3%، هل ال 3% قيمه العقد للاثنين اللي تم قيدهم، الاثنين اللاعبين اللي تم قيدهم، هل تم اخذ الفلوس 3% قيمه رسوم توثيق العقد ولا لا؟ قبل استخراج الكارنيه طبعا. هل ده تم ولا لا؟ ولو تم، هل قانون ان يكون في حد مالي موجود في المنطقه او في اتحاد كره القدم يوم الجمعه؟ في اشياء كتيره جدا على فكره ممكن نتكلم فيها، بس خدوا بال حضراتكم، انا كل اللي بتكلم فيه ده توضيح للجمهور، ولازم الناس تبقى فاهمه الموضوع ده. لازم الناس تبقى فاهمه ايه اللي حصل من امبارح للنهارده، هل الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ المسؤولين في اتحاد كره القدم وتضارب التصريحات اللي بينهم وبين بعض، امبارح كلام والنهارده كلام تاني خالص. ما ينفعش يا جماعه كده، انتوا بتزيدوا التوتر ما بين الناس. انتوا بتزيدوا التوتر ما بين الناس. احنا مش عايزين كده. ولكن احنا دورنا هنا عفوا، احنا دورنا هنا ان احنا نبين للناس ايه اللي بيحصل، ومش هنسكت على اي حاجه بالمناسبه. معلش بقى اعذروني. مش هنسكت. احنا مش هنسكت على اي حاجه، وهنتكلم في كل شيء.
طيب مش عايزين كلب ميكيلين زي ما قلت لحضراتكم، مش عارف صوتي راح ولا ايه اللي حصل. عموما طيب هنكمل كلامنا في هذا الموضوع، ولكن تعالوا نشوف الجمهور ورأيه في هذه المباراة. نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. أكون شربت شوية مية. مباراة صعبة طبعا بالنسبة لنا، لأن بعد ما هم التدعيمات اللي هم عاملينها، وهي فرقة بيراميدز فرقة كويسة، لكن الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله تعالى نبقى الماتش نكسبه باذن الله. والله المباراه بين الطرفين، بيراميدز فرقه كويسه نحترمها نشيلها على دماغنا، والاهلي فرقه كيان كبير لازم نحترمه تمام، وفي وسط اللعيبه الكويسه اللي في الاهلي هنشوف مثلا الاهلي لو ربنا كرمه يعني ووفاه يفوز بالاداء. طبعا في لعيبه جديده طبعا ان شاء الله ربنا يسهل، احنا نفسنا نجيب مدرب جديد، فاللعيبه هتبين نفسها، لان احنا طبعا المفروض احنا خلاص المفروض احنا نبقى اول الدوري على طول، احنا الاول. هو ماتش صعب قوي يعني، المفروض ان الاهلي عايز يكسب المؤجلات بتاعته كلها اللي باقيه او لحد الدور الاول شويه، وبرده هيبقى فارق بينك وبين الزمالك 5 نقط، فمتازمه شويه الفتره اللي جايه. شايفها المباراه مش سهله، خاصه ان مع مدرب جديد ولسه هيغير شويه في التشكيل او مش هيغير، هيغير الطريقه او مش هيغير، فالمباراه مش هتبقى سهله طبعا. طبعا مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه فارقه في يعني في مسابقه الدوري، لانها يعتبر بيراميدز هو المنافس للاهلي على ايه في المركز الثاني حاليا. فالاهلي النهارده لما خط عقبه بيراميدز قرب جامد من الزمالك، وفي نفس الوقت بعد بيراميدز عنه، فالنهارده دي خطوه جميله جدا ان شاء الله الاهلي يكلم يفوز. ثانيا يعني مباراه الاهلي وبيراميدز حاليا في الدوري لها طابع خاص. الاهلي عمره ما يقع ان شاء الله باذن الله، يعني احنا مش محتاجين كلام عن نادي الاهلي عشان ده نادي القرن يعني، وان شاء الله باذن واحد احد هنكسب. هي مباراه صعبه طبعا، لان الاهلي في وضع صعب، وضع صعب بالنسبه للاعبين، الاصابات متلاحقه، ومدرب جديد اول مباراه، يعني حرام يعني هنقول من اول مباراه الراجل يكسر الدنيا، ما ينفعش. ده لازم تديله وقته وفطرته وتجانسه، ده اي واحد بيتجانس مع اي ناس يعيش معاه مش اقل من 3 اشهر. هتبقى صعبه، مش صعبه. بيراميدز فريق لسه داخل دوره، عنده لعيبه كويسه وجامده، حاسس فيه يعني ماتش جامد وهيبقى ند قوي، بس ان شاء الله الاهلي يكسب. هي مباراه يعني صعبه لان فيها منافسه على المراكز المتقدمه الاولى يعني، انما الاهلي بامر الله ان شاء الله بعد التدعيمات وبعد الجهاز الفني الجديد بنأمل خير ان شاء الله. ان شاء الله يعني هتكون مباراه صعبه، بس ان شاء الله لعبتنا رجاله وهنكسب ان شاء الله. هو احنا ان شاء الله هنفوز، عشان احنا واثقين في فريقنا، واثقين لحد اخر وقت ان احنا هنفوز ان شاء الله. الاهلي مع مستر لاسارتي هيبقى حاجه حلوه، والاهلي قادم ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني الحمد لله يعني لحقوني بالميه، وفي ميه محطوطه برضه عشان تبقوا حضراتكم عارفين. انا بس كان يهمني ان انا اختم كلامي عن موضوع عمرو مرعي وعبد الله سعيد، ده بشيء مهم جدا يا جماعه. طول عمري انا لعبت حوالي 5 سنين او 4 سنين في النادي الاهلي، عمري في حياتي ما نزلت مباراه الا بهدف واحد فقط، هدف واحد فقط بس، ان انا اكسب المباراه دي ازاي. عمري ما كنت بلعب في النادي الاهلي، مش انا لوحدي على فكره، كل لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه النادي الاهلي عمرنا ما كنا بننزل في مباراه الا وعندنا حاجه واحده بس او غرض واحد بس، كيف نفوز بال3 نقاط، كيف نفوز بال3 نقاط. فخدوا بال حضراتكم، هي مباراه النهارده ما تفرقش مين اتأيد مين ما اتأيدش، ما تفرقش مين اللي موجود مين اللي مش موجود، كل مباريات النادي الاهلي، كل مباريات النادي الاهلي اللعيبه ما بتحطش في دماغها حاجه غير حاجه واحده فقط، كيفيه الفوز بال3 نقاط. صدقوني يا جماعه الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده انا عشته في فترات طويله جدا 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 داخل هذا النادي العظيم وهذا النادي الكبير. خلينا نروح نشوف او نستعرض مع حضراتكم جرافيك هذه المباراه، ونشوف النهارده مباراه اليوم النادي الاهلي ضد نادي بيراميدز، مباراه مؤجله من الاسبوع الثاني. الحكام، والنهارده طبعا هيكون عندنا حكمنا الدولي الكبير الكابتن احمد عوده، يعني لازم ياخد حقه لوحده الحقيقه
فالنهاردة إن شاء الله هيكون معانا وهنتكلم كتير جدا جدا عن حكم المباراة وبرضه التصريحات اللي اتقالت امبارح. مش احنا هنا اللي أهلاوية اللي كانوا بنقولها ولكن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانوا بيقولوها. وإيه اللي حصل النهاردة برضه في موضوع الحكام؟ حكام مباراة اليوم حكم النساح دانييلو جروجيتش من صربيا، حكم مساعد ميلوفان ريسيتيتش من صربيا، داليبور جوريفيتش صربيا، حكم رابع نيناد جوكيتش من صربيا أيضا، طاقم تحكيم صربي. أما تاريخ مواجهات النادي الأهلي وبيراميدز، طبعا هي أول مباراة ما بين النادي الأهلي وبيراميدز، أول مباراة ما بين النادي الأهلي وبيراميدز، ولكن التاريخ مع نادي الأسيوطي اللي هو كان اللي هو حاليا بيراميدز وكان نادي الأسيوطي سابقا. النادي الأهلي لعب مع بيراميدز اللي هو الأسيوطي سابقا، لعب أربع مباريات، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يهزم ولا مرة. النادي الأهلي له سبعة أهداف، لم يحرز نادي بيراميدز حاليا الأسيوطي سابقا أي هدف في نادي الأهلي. أكبر فوز للنادي الأهلي، معلش برضو لازم نحط لحضراتكم عشان نفكر الناس إن نادي بيراميدز لم يلاقي النادي الأهلي، دي أول مباراة سيتم فيها لعب مباراة أمام النادي الأهلي، نادي بيراميدز أول مباراة له أمام النادي الأهلي، وبالتالي الأسيوطي نادي بيراميدز حاليا الأسيوطي سابقا. أكبر فوز فاز فيه النادي الأهلي على بيراميدز الأسيوطي سابقا كان في بطولة الدوري 4-0. هدافه النادي الأهلي في بطولة الدوري مؤمن زكريا جاب هدفين في الأسيوطي، ووليد سليمان جاب هدفين، وعبد الله السعيد أيضا لاعب نادي بيراميدز الأسيوطي سابقا الحالي، صلاح الدين سعيد جاب هدف واحد. أول وآخر مباراة بين النادي الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري، أول مباراة ما بين الفريقين كانت يوم 27 أكتوبر 2014، تعادل الفريقين سلبيا. أما آخر مباراة كانت ما بين الفريقين برضو كل شوية هفكركم، كانت ما بين الأهلي والبيراميدز حاليا الأسيوطي سابقا، كانت يوم 16 فبراير 2018، فاز فيها النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أحرز أول أهداف النادي الأهلي وليد سليمان، آخر أهداف النادي الأهلي أيضا النجم الكبير وليد سليمان. أما قائمة النادي الأهلي في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، خط الدفاع سليف كوليبالي، أيمن أشرف، محمد هاني، كريم نيدفيد، علي معلول، حمد الله على السلامة علوة، ومحمود وحيد، أهلا بيك محمود. وفي خط الوسط هشام محمد وعمرو السلية وأكرم توفيق ومحمد محمود وأحمد الشيخ وإسلام محارب وناصر ماهر و رمضان صبحي أحد الطيور اللي كانت مهاجرة ورجعت لناديها مرة أخرى، وجيرالدو داكوستا ووليد سليمان. خط الهجوم مروان محسن ووليد أزارو. المدير الفني في أول مدير الفني طبعا للنادي الأهلي في أول لقاء رسمي له مارتن لاسارتي، وهو المدير الفني للنادي الأهلي، إن شاء الله هتكون أول مباراة له، إن شاء الله تبقى مباراة جيدة. قائمة نادي بيراميدز لمباراة اليوم، حراسة المرمى أحمد الشناوي، مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، ومحمد رزق، وأحمد عفيفي، ومحمد حمدي، وعبد الله بكري، وعلي جبر، ورجب بكار. أما خط الوسط محمد فاروق، ومجدي أفشة، ومحمد فتحي، وناصر منسي، وعمر جابر، وإيريك تراوري، ونبيل عماد دونجا، وعبد الله السعيد. أما خط الهجوم كينو وأوكوشيكو ورودريجينيو وجون سيفونتي وعمر مرعي. طبعا المدير الفني لنادي بيراميدز كابتن حسام حسن. طيب دي كانت قائمة بيراميدز للمباراة، وده كان الجرافيك اللي كنا بنوريه لحضراتكم عشان تعرفوا بس ايه اللي كان بيحصل او ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن حكم المباراة، وهنستقبل واحد من النجوم اللي هتبقى معانا في ملعب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، نجم الكبير كابتن أحمد عودة حكم الدولي السابق، هيكلمنا أكتر عن حكم هذه أو الطاقم التحكيمي لهذه المباراة بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول من هذه الحلقه. كابتن احمد عوده هيتكلم معانا عن طاقم التحكيم الصربي ورؤيته في هذا الطاقم. كابتن احمد مشرف ومنور وسعيد جدا بوجود حضرتك. ربنا يخليك وانا اسعد وانا الحقيقه كنت متابعك على طول. ربنا يخليك ومن الناس الممتعه وبتمتعني شخصيا. ربنا يخليك الحقيقه والله. ربنا يخليك يا كابتن. اولا خلينا نتكلم سريعا عن حكم اللقاء الصربي دانييلو جروجيتش وراي حضرتك فيه. هل شايف ان السي في بتاعه طبعا التقرير اللي كان قبل كده كان موري للناس كلها او الناس كلها شافت من خلال التقرير السابق ان الحكم عنده أشياء كثيرة جدا، حضرتك تقدر تحكي لنا عنها؟ هو أولا الحكم دخل القائمة الدولية في 1/1/2012. نعم. هو أصلا ضابط شرطة، ضابط بوليس. هو الغريب إن هنا هتلاقي في تشابه كتير جدا بين الحكم والحكم الرابع النهارده. والمساعدين الاثنين مساعدين دول شاركوا في كأس العالم 2014 و2018، يعني اثنين كأس عالم. يعني اثنين كويسين، الاثنين مساعدين جداً جداً كويسين. جدا ولعبوا والاثنين اشتركوا في نهائي اولا لعبوا امم اوروبا الاخيره اللي هي كانت في فرنسا وكسبتها البرتغال، شاركوا فيها الاثنين المساعدين. ايضا لعبوا نهائي ابطال اوروبا السنه اللي فاتت بين ليفربول وريال مدريد، الاثنين المساعدين والحكمين، الحكم الاول والحكم الساحه والحكم الرابع اشتركوا ايضا في المباراه دي بس كحكام اضافيين الاثنين اللي هي ليفربول وريال مدريد. بالظبط. وايضا الطقم ده كله برضو اشترك في مباراه في نهائي كاس السوبر كاب بين ريال مدريد وسيفيليا في 2016، الاثنين برضو الحكم والحكم الرابع كحكام اضافيين والاثنين المساعدين كمساعد اول ومساعد ثاني. يعني الحقيقه الاثنين مساعدين السي في بتاعتهم عاليه جدا جدا. يعني انت بتقول ان الاثنين مساعدين السي في بتاعهم اقوى من الحكم، اقوى من الحكم الساحه، لان حكم الساحه الاول هو رقم 3 في العالم اللي هو ميلور مازوتيتش. نعم. ده الحكم الاول هناك في صربيا ورقم 3 في العالم، فهو دايما اللي بيدير المباراه دي، فبيبقى معاه دول دايما. بس الحكم ده حكم القمه في صربيا 6 مرات، مباراه القمه دي 6 مرات. يعني اخرها اعتقد اخر مره اللي هي بين بارتيزان وبين ريد ستار. اللي انا شايفه من الاحصائيه اللي احنا جبناها او اللي حضراتكم جبتوها من شويه ان كرته الصفراء كتير. طبعا هو واضح ان هو حازم جدا. انا اعتقد ان هو طبعا عايز، هو اول مره ينزل مصر، برضه من ضمن المفارقات برضه الغريبه ان الاثنين المساعدين جم قبل كده مباراه الاهلي والزمالك في 2016. يعني الاثنين المساعدين جم قبل كده هنا، ودي تاني زياره ليهم مصر الاثنين الحكام. الحكم الساحه هو الحكم الاول، الحكم الرابع اول مره يجوا مصر. وحكم في الدوري السعودي قبل كده ولا لا؟ حسب اللي انا عرفته محكم في الدوري السعودي، الحكم الساحه. الحكم الساحه حكم في الدوري السعودي. حكم في الدوري السعودي. كم مباراه او اعتقد؟ لا دي مش عارف، دي الحقيقه يعني كان الاحصائيه اللي قولنا يا شباب كده يا محمد لو سمحت قول لنا كم مباراه. حضرتك كنتوا جبتوا الاحصائيه المباريات اللي لعبها. انا بهتم بالحاجات اللي هي في اوروبا. هو لعب مباريات تصفيات اوروبا كتير. لعب تصفيات اوروبا كتير. طبعا لعب مباريات تصفيات كحكم ساحه. طيب. لا اكيد. تمام. كابتن احمد انا عايز اسال حضرتك عن بيان اتحاد كره القدم اللي هو طالع من الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، قال ان اكدت لجنه الحكام في اتحاد كره القدم برئاسه كابتن عصام ان الطاقم الصربي المقرر يدير مباراه بيراميدز غدا الجمعه على ملعب استاد برج العرب في اطار الجوله ال20 بالدوري الممتاز من اكفأ الحكام في اوروبا. اكيد. من اكفأ الحكام في اوروبا. حيث شارك في اداره نهائي دوري ابطال اوروبا وده حضرتك قلت عليه. اضافت لجنه الحكام في بيان لها وحكموا الاثنين برضو النهائي اللي هي نهائي السوبر كاب والسوبر كاب اشبيليه وريال الاربعه اللي موجودين النهارده برضو اشتركوا في ريال مدريد واشبيليه. طب بس كان مين حكم الساحه؟ برضو اللي هو ميلور الصربي اللي هو رقم واحد اللي هو رقم واحد ميلور مازوتيتش. تمام. كما اشارت اللجنه الى ان مستوى الطاقم التحكيم الصربي سيجعل متابعه لقاء الغد محل متابعه دوليه من الاتحادين الدولي والاوروبي في اطار المتابعه للحكام الدوليين لدى ادارتهم للقاءات الدوليه. هو معنى ان هو برضه يدير ان 6 لقاءات اللي هو مباراه القمه هناك، ده معناه ان هو حكم كويس قوي. ده بالاضافه انه طبعا دولي، بالاضافه ان التحكيم الصربي
في ارتفاع مستمر. وبعدين بقول لحضرتك الحكم الاول هناك رقم 3 في العالم. فلازم ده دلاله على ان الحكم ده حكم كويس جدا او طاقم الحكام على مستوى المباراه واعلى كمان. يعني حضرتك شايف ان الطاقم ده طاقم جيد. الحقيقه تعليق على كلام الكابتن عصام او كلام بيان اتحاد كره القدم او بيان اتحاد كره القدم عن اطار في اطار المتابعه للحكام الدوليين لدى ادارتهم للقاءات الدوليه. انا الحقيقه هو ماتش الاهلي وبيراميدز لقاء دولي يعني ما يجاز. هو بيقول ان هو في كلام يا كابتن بيبقى متقال ومعرفش حضرتك معايا في هذا الموضوع ولا لا. هل الكلام بيتقال مجرد ان هو للاستهلاك المحلي؟ هو عصام قال زي ما عصام قال كده بيان طالع من اتحاد كره القدم بيقول ايه؟ معلش تاني في جزء كده فيه قالت ايه؟ كما اشارت اللجنه الى ان مستوى الطاقم التحكيم الصربي سيجعل متابعه لقاء الغد محل متابعه دوليه من الاتحادين الدولي والاوروبي. يعني هم في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الاوروبي هيسيبوا الكريسماس وهيسيبوا كل حاجه ويتابعوا الحكم ده في لقاء الاهلي وبيراميدز. ماشي ده كلام الكابتن عصام او بيان اتحاد كره القدم في اطار المتابعه للحكام الدوليين لدى ادارتهم للقاءات الدوليه. لا دي اظن السطرين دول يعني هو الكابتن عصام طبعا عضو في لجنه الحكام الافريقيه برضه طبعا وما بخس حقه لكن هو ادرى يمكن لا مش بتكلم على بس يعني مش ما فيهاش بخس حقه لكن ده كلام مكتوب بيان طالب أيوة من عارف كره القدم بيتكلم هو المسؤول عن هذا الكلام هو المسؤول يعني عن هذا الكلام. اتمنى يعني ان هو يقول لنا ايه الموضوع ده. هل بالفعل الاتحاد الدولي والاوروبي سيتابع مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز علشان حكم المباراه الدولي؟ مش عارف يعني اتمنى ان يبقى في متابعه دوليه على اعتبار ان ده لقاء دولي. ماشي. واختتمت اللجنه بيانها بالتاكيد على مبدا الحياديه التي تنتهجها في التعامل حيال جميع انديه الدوري الممتاز. تمام. اذا حضرتك شايف ان الحكم يستطيع اداره هذه المباراه في ظل كل هذه الاجواء الساخنه؟ طبعا ادار مباريات اصعب من كده كتير هناك في اوروبا وفي بلده، فالماتش ده بالنسبه له مش هيبقى ماتش صعب يعني اعتقد يعني. تمام. لكن يعني هو التوفيق من عدم ودي حاجه موجوده. ما هو ده بقى اللي هنتكلم فيه بعد المباراه. النهارده حضرتك هتركز جدا إن شاء الله عشان إن شاء الله. عندنا كلام مهم جدا مع الكابتن احمد عوده بعد المباراه. انا بشكر حضرتك جدا على هذه الفقره وان شاء الله نلتقي بعد المباراه، واذا كان هناك اخطاء نتكلم عنها، اذا كان الحكم مشي بشكل جيد نتكلم برضو ونقول ان الحكم مشي بشكل جيد بعد المباراه. انا بشكر حضرتك ونتقابل بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله واتمنى لطاقم التحكيم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع لحضراتكم وهنستقبل بقى ثلاثه من النجوم الكبار هنتكلم معاهم عن رؤيتهم لخطة النادي الأهلي وخطة نادي بيراميدز. النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال، والنجم الكبير الكابتن تامر بدوي بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خليني أرحب بضيوفنا في استوديو ملعب الأهلي. خليني ابدا بالنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم اللي جايب لنا حلويات النهارده. ازيك كابتن شريف؟ كابتن اسلام اخبارك ايه؟ مبروك وحشنا ومنور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن وضيوفك منورين الدنيا. متشكرين على الحلويات يا كابتن. ده قال لي شيخ. ربنا يخليك يا كابتن. ايضا واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن مصر كابتن احمد بلال. ازيك كابتن؟ ازيك كابتن اسلام اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا بل؟ منور كله تمام؟ ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. نتكلم كتير النهارده عن المهاجمين وعن كل شيء وعن ما يحدث في خط الدفاع وايه اللي هيحصل سواء دفاع النادي الاهلي او دفاع نادي بيراميدز، ولكن خلوني ارحب بضيفي الثالث اللي انضم الينا حديثا ومؤخرا واحد من نجوم التحليل ايضا كابتن تامر بدوي. ازيك يا تامر؟ ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله كله بخير. تمام. الف مبروك. وطبعا في البدايه سعيد بوجودي في قناه النادي الاهلي، ثانيا سعيد بوجودي معاكم مع كابتن شريف ومع كابتن بلال. انت كنت مسافر بقالك فتره ولسه جاي؟ لسه جاي من ساعات والله. الحمد لله على السلامه. ولكن كل جمهور الاهلي مستنيك تشوفك عشان مستني كل الناس طبعا عشان يشوفها عشان نعرف هنقول ايه النهارده يا كابتن شريف. هنقول كل خير ان شاء الله النهارده. النهارده هيبقى يوم جميل باذن الله. وبرحب بتامر طبعا وبلال. بإذن الله كل مكان النادي الأهلي بيبقى فيه اهتمامات كبيرة في أي مباراة كبيرة. نعم. لازم نعترف إن مباراة بيراميدز كبيرة النهاردة. نعم. مباراة تؤهل للمشاهدة لمجهود كبير أوي لازم يبذل في الملعب لتحقيق أهداف الثلاث نقاط
بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لاي من يطمع في المباراه لازم يكون عنده جهد كبير مبذول داخل الملعب. اعتقد ان المدير الفني بالنسبه لحسام حسن كان عنده فرصه اكبر من الراجل بتاعنا مارس سلارتي ان هو هيشوف فرقه الاهلي كويس قوي، انما الراجل بتاعنا اكيد ذاكر وعرف مدى القوه ومدى الخطه اللي هو يقدر يبنيها على الفرقه اللي هو هيلاعبها. في فرقه بيراميدز خلل كبير قوي يا كابتن في الدفاع. هنتكلم يا كابتن، ولكن عشان نعرف نتكلم خلينا نقول تشكيل الرسمي للنادي الاهلي وتشكيل الرسمي لنادي بيراميدز. خليني ابدا يا كابتن بلال، يا كابتن تامر، يا كابتن شريف بالتشكيل الرسمي للنادي الاهلي. محمد، مين اللي هيقف جون يا جماعه؟ محمد الشناوي في حراسه المرمى، كريم نتبت ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني وايمن اشرف اثنين في وسط كاستوبارين، عمرو السليه وهشام محمد اثنين في وسط الملعب، ناصر ماهر ثم احمد الشيخ على يمينه، ورمضان صبحي العائد مره اخرى الى بيته، وفي الامام وليد ازارو كراس حربه. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي اللي اختاره مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. هقول برضو لحضراتكم سريعا جدا تشكيل نادي بيراميدز: رجب بكار ناحيه اليمين، ومحمد حمدي ناحيه الشمال، حارس مرمى احمد الشناوي، علي جبر واحمد ايمن منصور اثنين استوبارين، محمد فتحي وعماد نبيل دونجا، ومن امامهم عبد الله السعيد وايريك تراوري ناحيه الشمال وكينو ناحيه اليمين. يعني اكيد هيبقى في تغيير ما بين كينو وايريك تراوري وجون سيفنز الكولومبي الجديد في الامام كراس حربه. المهدي سليمان في كاحتياطي، شريف عادل واحمد عفيف ومحمد مجدي قفشه وناصر منسي وعبد الله بكري واحمد توفيق. طبعا المدير الفني كابتن حسام حسن. كابتن شريف هبدا بيك، ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي؟ اديني بس بعد ناصر مين تاني؟ انا ناصر واحمد الشيخ ورمضان صبحي ومن قدام وليد ازار. طبعا في عوده معلول، تغيير في الشكل الديفندر بمحمد هاني وايمن اشرف، وان كان عدله ايمن اشرف هو ده اللي انا بحس ان هو بيرتاح لها في الحكايه دي. وبيقدر يعني يقدر برضو يطعمك في نص الملعب زياده. وبيجي على ناحيه الشمال زياده. انما المفاجأة طبعا بالنسبة لنا ان هو رمضان صبحي هو الوجه هو الجديد، يبدأ العودة زي ما هيكون في مباراة في فريق بيراميدز عبد الله السعيد. ده هما الاثنين دول الوجهين الجديدين اللي احنا ومفاجآت الجمهور كله النهارده. لا، وجون سيفنز برضو ان هو يلعب في جون سيفن مباراة، ومباراة مهمة جدا استقدام جاي، يعني ده من الناس اللي جت. انا كنت وفي ايريك تراوري طبعا، ده من الناس اللي احنا كلنا اشادنا بيه في الفترة الأخيرة، ويمكن هو ده يمكن محور الأداء الجيد او الجديد على فرقة بيراميدز اللي هو ممكن يتعمل له حساب النهارده. انما عبد الله سعيد انا عارف ان هو بقاله فتره ما بيلعبش، يعني ومش بالفورمه العاليه قوي ان هو يخوفني. لا لا، كان بيلعب لغايه فترات قريبه مع نادي الاهلي، يعني من ساعه كاس العالم يا كابتن وهو المستوى بتاعه مش اللي هو عبد الله سعيد كان موجود في النادي الاهلي. تمام. انما انا بالنسبه للنادي الاهلي على حسب سؤالك، هو اطرافك الجيده جدا معلول وكريم نجفت هم اللي هيقدروا يترجموا لنا مع رمضان صبحي والتحركات لوليد ازارو اللي ينفك النحس بتاعه. هنتكلم بقى، بس خلينا ناخد عشان انت ضايقنا في الوقت، ما احنا على طول كده احسن. كابتن احمد، اولا قول لي رايك في تشكيل النادي الاهلي، وايضا هنرجع لتشكيل نادي بيراميدز، ولكن ناخد رايكم في تشكيل النادي الاهلي الاول. لكن خليني اقول لحضراتكم ان شريف اكرامي في حراسه المرمى، محمود وحيد وسليف كوليبالي، اسلام محارب، وليد سليمان، مروان محسن، ومحمد محمود، دول احتياطي نادي الاهلي. الحقيقه دكه قويه جدا 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 للنادي الاهلي يا كابتن. اكيد طبعا، يمكن انا عايز برضو بحيي الاختيار رمضان صبحي النهارده، يعني كعنصر جديد، يعني رمضان انت كنت من الناس اللي شايف ان هو يلعب. رمضان صبحي يلعب، خد بالك انا انتدابات دايما بقول ان انتدابات يناير لابد ان هي تاخد الفرصه كامله من بدايه يعني ما فيش حاجه اسمها يعني هتقعد شويه وتخش مع التيم وتبتدي تتاقلم، لا انت خلاص اشتريت حد في يناير فانت عندك قناعات كبيره كافيه بيه. رمضان صبحي من اللعيبه الجيده جدا، لعيب صغير في السن مش بعيد على النادي الاهلي. اعتقد وجوده النهارده في التشكيله هيمثل قوه كبيره بالنادي بالنسبه للنادي الاهلي لو كان جاهز بدنيا رمضان صبحي. انا شايف ان هو لعب اخر مباراتين في الدوري الانجليزي، فاعتقد ان رمضان صبحي جاهز، يعني كمان ممكن كمان يعمل ضغط
نفسي برضو على على فرق البيراميدز انه لعيب برضو عنده امكانيات كبيره وعنده مهارات عاليه. تشكيل النادي الاهلي في توازن كبير جدا، بتلعب بنفس الطريقه المعتاده يعني، وهنا في برضو اكيد في دور الكابتن محمد يوسف في مش في المساعده في التشكيل. خلاص بتلعب 4-2-3-1 والطريقه اللي اعتاد عليها النادي الاهلي، اثنين ميدفيلدرز عمرو السولي وهشام محمد لعبوا مع بعض قبل كده، ناصر ماهر والشيخ ورمضان صبحي. اعتقد النهارده لو فايقين النادي الاهلي هيبقى له شكل كبير جدا في ناحيه الهجوميه. نعم. الثلاثه الثلاثي اللي تحت الفيرود بالاضافه طبعا لوليد ازارو، فانا شايف ان تشكيل النادي الاهلي تشكيل جيد جدا من وجهه نظري شخصيه، في توازن دفاعي وتوازن هجومي. تمام كابتن تامر، عايز اسالك عن تشكيل نادي بيراميدز. تشكيل قوي جدا برضو، عندهم الحقيقه برضو دكه الاحتياطي هي دكه قويه جدا. بالتاكيد هو الكابتن حسام حسن اشتغل على انه بيفاجئ النادي الاهلي، او القرايه اللي جهاز النادي الاهلي كان متوقعها الطريقه اللي يلعب بيها بيراميدز في الفتره الاخيره. نعم. بيحاول يربك حسابات الجهاز الفني للنادي الاهلي، مستغل كمان ان اول مباراه لمارتن لاسارتي وان كابتن محمد يوسف بيرجع للجهاز المعاون، فبيحاول يشتغل على الحته دي. طبعا بيحاول يشتغل نفسيا على الموضوع اشراك عبد الله السعيد من البدايه. نعم. امور كتيره هو بيحاول يشتغل عليها، لكن وجهه نظري يا اسلام اذا سمحت لي في تشكيل النادي الاهلي كنت اتمنى على المستوى الشخصي ان الاهلي النهارده يغير طريقه اللعب شويه. بمعنى ان كان انت عندك مشاكل في النواحي الدفاعيه في قلب الدفاع في النادي الاهلي. تمام. خاصه ان الاثنين اللي بيلعبوا سنتر باكين في الاساس هم اصلا باكين على الاطراف، سواء محمد هاني باك رايت او ايمن اشرف باك ليفت. كان وجهه نظري الشخصيه كنت افضل ان النادي الاهلي النهارده يلعب بثلاثه في نص الملعب، ثلاثه ديناميكيين، ثلاثه بيقطعوا كره كتير، ثلاثه بيستخلصوا كتير، اللي هو عمرو السوليه وهشام محمد وكريم نيدفيد يدخل معاهم في نص الملعب. اولا ومين اللي هيلعب باك رايت؟ كان ممكن كان عادي محمد هاني يلعب باك رايت، محمد هاني يلعب باك رايت وسليف كوليبالي هيدخل جنب ايمن اشرف هتحافظ، يبقى نعم. يبقى محمد هاني ومعلول وايمن اشرف وكوليبالي والثلاثه اللي قلت لك عليهم في نص الملعب عمرو السوليه وندفد وهشام محمد. تمام. لاسباب كتيره جدا، منها اولا غياب احمد فتحي. غياب احمد فتحي عن الطرف اليمين ده بيجبرك انك تلعب بزياده عدديه في النواحي، بالتحديد في الطرف الشمال اللي هو مزعج عند بيراميدز اللي فيه محمد حمدي باك ليفت وكينو كراجل مفتاح لعب خطير جدا في فرقه بيراميدز. نعم. النقطه الثانيه ان انت الثلاثه اللي هيلعبوا في نص الملعب هيبقوا اول محطه دفاعيه للاثنين السنتر باكين بتوعك اللي مش ثابتين في الفتره الاخيره، لان مثلا شفنا علاء في الفتره في المباراه الداخليه، شفنا كوليبالي بيشترك في الفتره الاخيره، شفنا ايمن اشرف بيشترك في الفتره الاخيره. نعم. شفنا محمد هاني بيشترك في الفتره الاخيره، يعني اذا في اكتر من لعيب اشترك في حته قلب الدفاع في النادي الاهلي. قلب الدفاع في النادي الاهلي عنده مشكله، فعلشان كده لما تلعب بثلاثه في نص الملعب شوية قدام خط بتبقى اول محطه دفاعيه للاثنين سنتر باكين. برافو. نعم. عليك. هتشتغل مين في الثلاثه؟ رمضان صبحي وناصر ماهر واحمد الشيخ. هتلعب طريقه اللعب كابتن شريف، هتتحول لاربعه 3-2-1. الاثنين الاطراف هتستغنى عن مين؟ من ناصر ماهر واحمد الشيخ ورمضان صبحي. لا كابتن، انا قصدي ان انت هتلعب باثنين اطراف، سواء وليد سليمان او احمد الشيخ هيستغنى ناصر ماهر ورمضان صبحي هتستغنى عن ناصر ماهر. مظبوط. وهيبقى معاك وليد ازارو. مظبوط. هو النهارده بيني وبينك كمان هو الكلام اللي بناكده له ان شكل فرقه بيراميدز النهارده الحقيقه محتاجه الكلام اللي هو بيقوله تامر، لان انت عندك اطراف رجب بكار ومحمد حمدي دول هم البدايات بتاعه حسام حسن، وحسام حسن مجبر على التشكيل ده. حسام حسن بيلعبك نفسيا النهارده، بيلعبك نفسيا اكتر مش بيلعبك اللي في دماغه. حسام حسن لو بيلعب في دماغه هيلعب عند الناس اللي هي بتجري عنده اللي هي بتعمل له الشغل، محمد فاروق والناس دي اللي هي في وقفشه ومجدي قفشه، الناس دي هو لا في حساباته الشو ولا الكلام ده، ما اعرفش يمكن يدفع ضريبه الشكل النفسي اللي هو عامله على النادي النهارده ده. نعم. ومارتن يعني ومارتن النهارده لساتي ممكن يستغل ان اللعيبه دي الكومبينيشن بتاعها مش حتى كينو اليومين اللي فاتوا مش ما فيش الكيمستري بتاعه مع حسام حسن. نعم. احنا شايفين كده، فاحنا النهارده عندنا فرص كتير قوي. الكلام كان بيقوله تامر النهارده عايز يثبت ويقفل على فرقه بيراميدز ما تاخدش الانفرادات والجماعيه تلاقيها سهله عليهم في الشكل اللي احنا عندنا. تمام. ما هو ده النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1 الحقيقه بنفس الشكل بنفس ما هو الجهد المبذول يا كابتن لو حصل انك انت قفلت على لا هي مدارس يا كابتن شريف. لا قفلت لا هي مدارس. انا بس على نقطه هو عنده رجب بكار وعنده انا فاهم بس هي اصل هي مدارس. المدرسه ممكن تقول يا كابتن بلال ان هو يلعب بثلاثه في وسط الملعب زي ما تامر بيقول ويقفل في نص الملعب عشان انت عندك حاجه عايز تعملها في خط الدفاع. قبل بس ما اخد راي كابتن بلال في هذا الموضوع خلينا نروح لكريم احمد مراسلنا على التليفون. يا كريم ازيك؟
الو وبرحب بكل المشاهدين وكل الاهلي. كريم قول لنا اخبار الملعب ايه؟ كنا نقدر نقول بالفعل يا كابتن اسلام في لحظات بيجري نادي بيراميدز ولا النادي الاهلي عمليات الاحماء. المباراه طبعا صعبه ومراجعه في الاهلي فريق النادي الاهلي. لو بكلمك في البدايه على ارضيه الملعب بالنسبه للاستاد الدفاع الجوي نظرا طبعا لعدم مباريات كثيره وتدعيم عليه بشكل كبير يا كابتن اسلام نقدر نقول ارضيه الملعب مقبوله ما فيهاش مطبات كتير. نجيله مستويه نجيله مش عاليه او واطيه لا يعني نقدر نقول النجيله بالنسبه في الفريقين بتساعدهم بشكل كبير جدا لاداء الجمل الاساسيه. وبالتحديد لو بتكلم على النادي الاهلي كان في شغل كبير يا كابتن اسلام من مستر مارتن الاصغري خلال ال 72 ساعه الماضيه التدريبات الصفيه يمكن شفنا اكثر من فقرات تدريبيه بدايه الهجمه من الخلف كمان يمكن الفرص استغلال اصحاب الفرص وده كان بياكد عليه بشكل كبير مستر مارتن مع الكابتن محمد يوسف. التمركزات التغطيات العكسيه كان شغل كبير جدا فني وخطوطي. النهارده التسخين يا كريم حسيت فيه في اي اختلاف؟ التسخين نفسه حسيت فيه في اي اختلاف ولا نفس التسخين زي المباريات السابقه؟ لو بقى كده كابتن اسلام على الاختلاف في التسخين وفي التدريبات وفي الفقرات التدريبيه اللي بنشوفها في الستار كيتش او النهارده كمان واضح ان في اختلاف كبير وجديد سواء الكاندرو في خط الاحمال السيتي على المدرب بتاعك وايضا كمان مستر مارتن بس في شكل وفي اصرار وفي جديه في التدريبات في حماس كبير جدا يا كابتن نعم. خلال الانتخابات الماضيه واضح ان يمكن الكل بيتطابق انه يكون متواجد في القائمه متواجد في المباريات اتحضر اكثر من مره مستر مارتن والكابتن محمد يوسف بعدم الدخول خشونه لان في اصابات كتير لفريق النادي الاهلي شفنا اثرها فريق كوربالي في كانت قويه مع محمد شريف بالمران واضح ان في حماس وفي جديه لكن بنتمنى ده ينعكس النهارده كابتن اسلام بشكل كبير في الملعب كل ده ان شاء الله يطبق مصلحه الفريق للنادي الاهلي. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي فريق بيراميدز عنها دفاع تسخينه النادي الاهلي حتى في اللحظه لسه متواجد في ارضيه الملعب. التشكيلين طبعا زي ما انتم استعرضتوهم من خلال شاشات القناه للنادي الاهلي باذن الله مستر مارتن النهارده يكون موفق في اختيار التشكيله اللي هيخوض فيها هذه المباراه. ظروف عديده جدا يا كابتن اسلام اصابات وغيابات ويمكن العديد من الاجراءات الفنيه لكن بالاكد الاهلي بما حضر ان شاء الله كابتن اسلام ان شاء الله. كريم قول لي برضو كيف تم اتخاذ قرار بان رمضان صبحي يلعب هذه المباراه؟ هل القرار ده تم اتخاذه امبارح اول امبارح من متابعتك طبعا ووجودك الدائم مع الفريق؟ لو بنتكلم يا كابتن اسلام على رمضان كان واضح من اول يوم ليه كانت محاضرات فنيه وجلسات نفسيه مع رمضان بيتكلم معاه مستر مارتن الكابتن سعيد عبد الحفيظ كابتن يوسف وكان واضح جدا من تاني تدريبا لمستر مارتن ان رمضان هيكون ليه دور في هذه المباراه. يمكن كان بيتكلم معاه على بعض الجمل التمركزات في ادوار رمضان النهارده هنشوفها بشكل جديد في رمضان النهارده فاذا هيظهر بشكل جديد وده اللي احنا متابعينه من خلال الاستفسارات. الراجل بيشتغل على جانب النادي بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام وبالتحديد مع رمضان يمكن ابن من الداعي للنادي الاهلي ويعلم جاهزا قيمه شيرت النادي الاهلي ويعلم ايضا كمان قيمه هذه المباراه. رمضان جاهز فنيا وبدنيا تمام ان شاء الله كمان يكون موفق النهارده كابتن اسلام في المباراه باذن الله سواء يحرز هدف يعمل اسيست ان شاء الله كل اللعيبه النهارده تكون على قلب رجل واحد وباذن الله نخاطر المباراه تكون من نصيبنا. اشكرك يا كريم على وجودك الدائم في وسط الاحداث ودايما بتقول لنا على كل حاجه. كابتن بلال كنا بنتكلم عن طريقه اللعب وخطه اللعب، هل شايف ان الكلام اللي تامر بيقوله عن ان يلعب ثلاثي امام خط الدفاع ده احسن ولا الطريقه اللي انت شايفها دي احسن؟ لا بص انا اختلف شويه مع تامر في الحته دي. كل نادي ياخد باله بيبقى له الهدف من المباراه، ان هدف من النادي الاهلي في المباراه النهارده انه يكسب المباراه. نعم. فبالتالي هو عايز يستحوذ على الجيم. هو البيراميدز عنده لعيبه كتيره امكانيات كبيره جدا ولكن انا النادي الاهلي نازل النهارده عشان اكسب، مش نازل عشان الكره الدفاع. مشكله لو انت لعبت بالطريقه دي في المباراه بتاعت النهارده انت غيرت من ستايل لعبك. النادي الاهلي ستايل اللعب بتاعه انه بيستحوذ على الملعب بشكل كبير. هل ده ممكن يكون مقبول عشان ده مدير فني جديد مثلا ان هو يغير طريقه اللعب؟ بص لا مش مقبول، يعني مش انت اول برضه خد بالك انت برضه اول اسبوع بالنسبه لك لسه ما درستش الفرقه، عشان كده انا قلت في البدايه ان اكيد كابتن محمد يوسف له وجهه نظر برضه في التشكيل، ده وضع طبيعي، المدير الفني برضه داخل على الفرقه، شايف بعض اللعيبه لكن ما يقدرش يحكم بشكل كبير جدا على امكانيات اللعيبه الا من خلال رؤيتهم الحقيقيه في التدريب وفي الماتشات. النهارده النادي الاهلي لازم يعني انا من وجهه نظري يعني الشخصيه ممكن ابقى ممكن ده تامر نتفق فيه لو بيلعب بره ملعبه مثلا في بطوله افريقيا ممكن نقول مباراه بره ملعبه ومباراه محتاج فيها ان هو يتعادل. لكن انت النهارده عايز تكسب، انت النهارده يعني فرق بينك وبين الزمالك 5 بونت، فالنهارده لو انت لعبت رد فعل على بيراميدز واديت فرصه كسبت لو الاهلي كسب الاربع مباريات لو الاهلي كسب الاربع مباريات ان شاء الله يعني. انما انت النهارده لو لعبت بالشكل ده هيبقى الخطوره بتاعتك هتبقى من طرفين الملعب. لو الخطوره اصبحت بس من طرفين الملعب
من السهل جدا حسام حسن يقفل لك طرفين ملعب فيشيل حركتك الهجوميه. النهارده لازم يكون عندك برده خطوره من قلب الملعب يعني عند ناصر ماهر لازم تبقى الخطوره من كل حته من قلب الملعب من على اطراف الملعب عشان يبقى ليك تواجد هجومي. الحته الفكره دي ممكن لو انا الاهلي ممكن كسبان الشوط الثاني ممكن يغير من طريقه اللعب ممكن العب بثلاثه لو انا كسبان عايز احافظ عايز امتلك الكره في نص ملعب مش عايز اهاجم بكل القوه اللي موجوده عندي. لكن في بدايه اللقاء وانت عايز تكسب لازم العب بشكل هجومي لازم ابتدي اضغط لازم انا اللي استحوذ اللعب لازم النادي الاهلي هو يكون رد فعل هو الفعل مش رد فعل. ايه رايك يا تامر؟ انا عاوز بس اوضح كام نقطه كابتن اسلام اذا سمحت لي. اتفضل. في البدايه النادي الاهلي يعني في فليكسبيليتي او مرونه في تغيير طريقه اللعب والدليل على كده ان انت في مباراه الداخليه لما اتاخرت 2-1 كابتن محمد يوسف غير الطريقه ل 4-2-2-2 نزل مروان جنب ازارو وبعدين اثنين صناع لعب كان احمد الشيخ طرفي يمين وناصر ماهر. نعم. وبعدين الاثنين الارتكاز زي ما هم كانوا هشام محمد والسوليه. فاذا الاهلي عنده طريق اكتر من في اكتر يعني من مباراه يغير الاطراف للاثنين اللي موجودين مزبوط. ودخل كله يعني اذا طريقه اللعب في النادي الاهلي ما هياش قران يعني قبل ما تتغير دي نقطه. النقطه الثانيه في معطيات قدامك يا كابتن اسلام بتجبرك انك تعمل تلعب بالطريقه دي. في فرق بين طريقه اللعب وفي فرق بين خطه اللعب. طريقه اللعب دي اللي هي الفورميشن اللي انت بتلعب 4-2-3-1 4-3-3 سميها زي ما تسميها. لكن خطه اللعب دي انت هتشتغل على ايه سواء في النواحي الهجومية بتاعتك وفي النقط القوة بتاعتك أو في النواحي الدفاعية والنقط القوة بتاعت المنافس. طيب أنا عندي في حاجات كتيرة بتفرض عليا الأمور دي. أولا مش هتكلم طبعا على الفترة اللي فاتت الفرقة نتائجها غير مرضية للجماهير. نعم. سواء الخسارة في النهائي الأفريقي قدام الترجي الخسارة في الدوري في البطولة العربية أمام الخروج من البطولة العربية أمام الوصل أو حتى الخسارة أمام مش هتكلم على الأمور دي أنا بتكلم إن إحنا ولاد النهاردة. أنت النهاردة عندك أحمد فتحي مصاب. احمد فتحي ده لما بيبقى عندك في الطرف اليمين ما بتحملش هم ولا كينو ولا اتنين من كينو ولا ده راجل بيقوم باي حد زي ما بنقول سامع شو برضه مظبوط. طيب ايه الخطوره يا كابتن اسلام لما انت بتلعب باربعه اتنين اللي هم السوليه وهشام محمد؟ نعم. ان واحد منهم لو اتطرف طب انت الراجل عندك رقم 10 بتاع الفرقه المنافسه لعيب كوره يعني زي ما بيقول كوير فوتبولر على اعلى مستوى اللي هو محمد مجدي قفشه. فالخطوره النهارده لما الكوره ممكن تطلع هو النهارده عبد الله السعيد مظبوط ان النهارده الكوره لما تطلع على طرف من الاطراف لو دخلت في العمق زي ما بنقول بصوره مفاجاه هتعمل لك مشكله كمان في العمق. علشان كده انا كنت بقول لك خاصه كمان في نقطه ثانيه يا كابتن اسلام هل انت تقدر تقول لي في اثنين سنتر باكين ثابتين في النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ لا بيتغيروا يعني عارف لو سعد سمير وكوليبالي هم الاثنين اللي ثابتين سنتر باكين ثابتين وعندهم مشاكل سريعا في اقل من دقيقه لو هم عندهم مشاكل هقول لك انا كمدير فني او كجهاز فني بشتغل على علاج اخطائهم لكن هم متغيرين باستمرار مره ايمن اشرف حتى المباراه اللي فاتت يعني كابتن محمد يوسف نزل علي معلول وبعدين اما دخل ايمن اشرف مكان احمد علاء مظبوط بعد ما غلط في الكره اللي غلط فيها. فاذا انت ما عندكش سنتر باكين ثابتين بقالهم فتره عشان اشتغل على علاج اخطائهم فلازم العلاج يبدا من قدام من قدام بالثلاثه في نص الملعب. انت ايه مش مقتنع؟ لا 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 انا مقتنع بكلامه جدا مقتنع بكلامه. انا بقى مقتنع بنفسي انا اتفضل انا مقتنع بنفسي انا انا كل اللي هو بيقوله ده ان احنا بنقابل فعلا فرقه جامده جدا احنا بنلعبها النهارده كل الافكار اللي هم بيقولوها وانا مع بلال بفكر انا باتنين فراوده ده انا عايز مروان محسن ووليد ازارو وهم من الاول اللي من الاول يبدأ. من الاول يبقوا الاثنين بتوعنا اللي بيهددوا هم اللي بيوقفوا الاطراف الاطراف مع رمضان صبحي لو تخيلته انت اسلام مع وليد ازارو ناحيه اليمين او مروان محسن والناحيه الثانيه وليد ازارو مع احمد الشيخ الناحيه الثانيه مفيش تقدم لمحمد فتحي ولا ومحمد حمدي ولا رجب بكار انت بتقفل عليهم ده فكر ثاني خدت بالك ان انت صحيح اللي انا شايفه بس عشان احنا الوقت ما نجريش بينا هو جري هو جري الراجل ده ما عملش اي حاجه خالص تغيير في اي شيء غير في افراد واسماء احنا عندنا بره محمد محمود اللي هو مارت لازار لسه هو لسه على قديمه 4-2-3-1 احنا مفيش اي تغيير انا كل اللي انا شايفه انه بعد ما هيتفرج وبعد ما هيشوف ال 45 دقيقه الاولانيه تمام هيبقى عندنا التدويره اللي هنعرف فينا بسرعه جدا مارتن لاسارتي في هذا الشكل بسرعه جدا كابتن بلال هل وجود مارتن لاسارتي كاول مباراه ليه هيفرق مع اللعيبه من الناحيه المعنويه سلبا ام ايجابا؟ لا يفرق ايجابا كابتن تامر اتمنى انه يفرق ايجابا كابتن شريف اتمنى اللاعبين يكون عندهم احساس بمباراه اليوم ويؤدوا كل اللي عندهم ان شاء الله اذا كانوا اللي جوه الملعب او اللي خارج بره الملعب وجوده كمدير فني هيفرق النهارده كاول مباراه طفره كبيره جدا واحساس نفسي لاي لعيب بالمدرب الجديد بيفرق معاه اكيد طبعا تمام كابتن بلال وليد ازارو بتنصحه بايه النهارده؟ يستغل الفرص بشكل كويس تركيز طول ال 90 دقيقه يعني وليد مهاجم قوي مهاجم جيد سريع بيقدر يخلق لنفسه فرص
مطلوب التركيز بشكل كبير جدا لان مباراه النهارده لا تحتمل اضاعه فرص كتيره جدا. تمام بتقول ايه هدول اعصاب ده مطلوب جدا يا اسلام لمين؟ لازارو في الفتره الاخيره لازارو عصبي شويه عصبيته دي بتخلي ان الكره لما بتجيله ما بتبقاش هي لوحده في بعض اوقات انت كمهاجم بتبقى مستني لوحده تمام لازم تجيبها جول عصبيته بتحس انه هدوء وبعد كده هيودي كابتن شريف اخيرا اول فينش بقوه يعني اول فينش هو بقوة. يعتمد لما بيوصل في مرحله منطقه الجزاء اتعلمنا دايما كده وبلال عارف بننهي الهجمه بقوه جدا بلاش اللي هي الثقه في النفس العاليه اللي هو نعملها البليسنج اخيرا يا كابتن بلال مين هيكسب النهارده الاهلي ان شاء الله شخصيه الاهلي هتظهر في المباراه دي شخصيه الاهلي كابتن شريف اتمنى الاهلي يكسب 4 النهارده بس هي المباراه صعبه الحقيقه فرقتين جامدين جدا فاتمنى ان المباراه تطلع في صالح الاهلي يا رب ان شاء الله اخيرا يا جماعه عايز اقول لحضراتكم ان النهارده هي ليست مباراه في كره القدم بالطبع ولكنها مباراه من وجهه نظري ان تيشيرت النادي الاهلي هو اللي هيحسب هذه المباراه زي ما كابتن بلال وكابتن تامر وكابتن شريف عبد المنعم قالوا لحضراتكم نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه لان النادي الاهلي هذا الاسم الكبير ما بتفرقش معاه مين اتأيد مين ما اتأيدش مين عمل مين ما اتعملش ولكن كل ما حدث خلال الفتره اللي فاتت احنا كان غرضنا ان احنا نوضح لحضراتكم ايه اللي كان بيحصل في الاربع خمس ساعات اللي فاتوا ما قبل المباراه. عموما هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هننتقل الى المباراه ان شاء الله هنشوف حضراتكم بعد نهايه المباراه مباشره هنقول لحضراتكم او هنجيب لحضراتكم كل كواليس ما سيحدث اثناء المباراه ان شاء الله نحلل المباراه مره ثانيه وهيبقى عندنا وقت اطول مع نجوم التحليل الكابتن شريف والكابتن احمد بلال والكابتن تامر بدوي هنستنى حضراتكم بعد نهايه المباراه وكواليس خاصه جدا بقناه النادي الاهلي.